السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبيبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. أنا سوزان مقاوي ودي قناتي وبحييكم. والنهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض اللازانيا باللحمة المعصجة، وتحفة جدا صراحة. شوفوا النهاردة الحشوة بتكنيك كده جميل قوي، فأتمنى تشوفوا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا قد إيه طلعناها تحفة وطرية وجميلة وبدون سلق. لو أول مرة بتشاهدوا قناتي، أتمنى تدوسوا زر الاشتراك سبسكرايب وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. واللي لسه بيقولوا مش بنعرف أو مش بيوصل لنا إشعارات، دوسوا على علامة الجرس اللي عندكم واختاروا الكل علشان يوصلكم الإشعارات بأي فيديو جديد أنا بنزله. هنشوف مع بعض في الفيديو ده إزاي بنعمل بشاميل التحفة جدا، انسيابي وخطير، والعصاج إزاي بنعمله مع بعض. فيلا بينا على المطبخ ونشوف هنعمل إيه. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحضرنا المكونات بتاعتنا. ادي اللازانيا، ده النوع اللي انا بحب استخدمه بدون سلق، وعندي 3 بصلات كبار ومعلقة ثوم مفروم، وده كيلو لحمة مفرومة، وادي فلفل الكوبي ده مش حار، عايزة تحطي فلفل حار حطي، ده حوالي 3 فلفل. وعندي هحط 5 اكياس من صلصة الطماطم، او تحطي كوباية صلصة طماطم مخففاها بشوية مية زي ما احنا شايفين، وموتزاريلا وزيت. وطبعا هنبقى نحط مع بعض باقي الملح والتوابل، وهنبقى نعمل البشاميل مع بعض ونشوف مقاديره سوا. فيلا بينا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط زيت في الحلة، ومعانا شوية سمنة. احنا بالبداية هنعمل العصاج، فانت عايزة تحطي زبدة، تحطي اي مادة دهنية انت عاوزها. هنزل بالبصل. البصل هنا عاملة 3 بصلات كبار مقطعهم صغير زي ما احنا شايفين، بيدي طعم حلو جدا البصل الكتير في العصاج. هقلبه بس شوية كده، يدوبك عايزة لونه يبقى شفاف. هضيف بقى معلقة الثوم المفروم، وهضيف الفلفل الأخضر. طبعا ممكن نحط كمان فلفل ألوان، تحط فلفل حار اللي انت عاوزين، بس الفلفل اداله طعم حلو جدا. هقلبها كده بس شوية، يا دوبك اشعر كده. شايفين البصل بقى شفاف شويه. هضيف اللحمه على طول، وابدا بقى اقلبهم مع بعض. وهنحضر اللي الملح والبهارات بتاعتنا. هقلب بس شويه فيها كده عشان اللحم يدخل في السوا زي ما احنا شايفين، يبدا لونه يتغير كده، يبقى دخل في السوا. هضيف بقى ليه، ادي الملح، وادي فلفل اسمر وبابريكا وجنزبيل باودر وبهارات اساسي. وحطي بقى، يا تحطي اورجانو يا تحطي، انا حطيت زعتر، وحطيت 5 فصوص حبهان وحوالي 3 4 ورق لوري. تحطي بقى ريحان، تحطي اورجانو، نوع الاعشاب او نوع المنكه اللي انت بتحبيه. انا حطيت دول كده، وهقلب بقى كويس جدا. اما اللحم بس كله يدخل في السوا كويس، هبدأ ان انا اضيف الصلصة. اكلة اللازانيا بتتعمل على 3 مراحل، ان احنا نعمل العصاق، وبعدين نرجع نعمل بشاميل، وبعدين نرجع نلم بقى كله على بعضه ونطبقه ونحطه، يعني نطبق الوصفة يعني ونحط كله في الايه، طاجن الفرن بتاعنا. خلاص كده اللحم بتاعنا اتعصق تمام. اضفت بقى الايه، الصلصة، يعني حوالي كوباية صلصة. فأنا الأول حطيت دولت كانوا حوالي 3 أكياس، فحسيت إن هم شوية، فرجعت تاني أضفت. يعني حطي كله على بعضه، ممكن 5 أكياس أو 5 أظرف من الصلصة، أو كوباية صلصة طماطم محترمة كده. كل ما بيبقى العصاج بتاعنا أحمر كده وفيه صوص كويس، بيخلي اللازانيا طعمها حلو جدا، وكمان بتستوي معانا علشان إحنا مسلقناهاش. هقلب كل المكونات بقى مع بعض. الريحة بدأت تطلع صراحة، ريحتها حلوة جدا. ريحة الفلفل الأخضر كمان عاملة معاه طعم حلو وريحة حلوة. قلبت كله، مش عايزاه أنا يعني يسخن، مش عايزاه قصدي يتشرب كل الصوص اللي فيه. فأنا يدوبك بس إن هو أشعر إن هو استوى كويس ولسه فيه شوية من الصوص، هبدأ أطفي النار. وخلاص كده هبدأ بقى ان انا احط العصاج بتاعي في طبق، وابدأ ان انا بعد كده اعمل البشاميل. حطيت برضو سمنة، وبعدين حطيت زيت، بملى كل القاع من تحت كده زيت،
او بتحطي مقدار الزيت هو مقدار الدقيق اللي بنحطه. فانا حطيت 1.5 كوباية من الدقيق عشان انا عايزه بشاميل كتير، عشان هحط في كل الرقات وهحط من تحت ومن فوق، فانا محتاجه بشاميل كتير. 1.5 كوباية دقيق، فممكن تحطي قدهم ماده دهنيه علشان يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، بيبقى سايب كده في بعضه، ده يخلي البشاميل بتاعك يطلع سائل كده وما فيهوش تكتلات ولا اي حاجه. واهم حاجه طبعا ان احنا نضرب بالمضرب اليدوي، ده مهم جدا. هحط لتر بحاله من اللبن وارجع اضيف تاني، حطيت نص لتر تاني من الميه ورجعت حطيت نص، يعني كوبايه، يعني 1.5 كوباية من الدقيق اخدت مني لترين، سواء بقى لبن او لبن وميه زي ما انت عاوزه. وحطيت الملح وهحط فلفل اسمر، عايزه تحطي فلفل ابيض حطيه، انا مش بتفرق معايا كتير يعني ان هو يبقى باين شويه، فيدوبك بس ملح وفلفل. وهقلب بقى فيه كله كويس كده لحد ما يبقى ياخد القوام بتاع البشاميل بتاعنا. شايفين قد ايه بقى شكله تحفة والقوام بتاعه جميل جدا. ادي كده ده النص الاخير اضفته، فيبقى كده 1.5 كوباية دقيق اخدوا مني لترين من اللبن مع المية. عايز تحطي كله لبن بقى حطي. تمام جدا كده القوام جميل، قوام البشاميل بتاع اللازانيا لازم بيكون خفيف، ما بيبقاش تقيل ابدا، علشان يبقى ده الصوص اللي راح يبلل اللازانيا ويخليها تستوي كده. بقى ممتاز جدا، شايفين قد ايه ناعم كده وجميل، قوامه حلو جدا. هطفي بقى النار خلاص وابدا بقى ان احنا ايه نحضر طاجن اللازانيا بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الطاجن البايركس، بحب اعمل فيه اللازانيا. حطيت كل القاع كده من تحت، ياخد لها حوالي معلقتين او حسب ما كل القاع ده يتملى خالص بشاميل. وهبدأ احط اللازانيا بدون سلق ولا اي حاجة، ووزعي كويس جدا، هغطي كل ده. تمام كده. بعد كده بقى نحط الايه اللحمه المعصجه. اللازانيا بتتعمل 3 ادوار، يعني بتاخد 3 ادوار من اللازانيا، يعني بتاخد حشوتين و3 ادوار. عايز تعمليها اكتر من كده بس هتبقى كبيره قوي، يعني هو كده كفايه قوي. بحب احط موتزاريلا كده في النص، وفوق برضه على الوش بحط تاني، ده اختياري بقى، يعني عايزه تحطي حطي. وارجع ارص تاني كده الواح اللازانيا زي ما احنا شايفين، او شرايط اللازانيا. تمام. وبعدين احط ايه صوص البشاميل. البشاميل مهم جدا ان هو اللي هيطريه، طبعا دلوقتي هو سخن وبشتغل بيه وبيبقى خفيف، كل ده هيخليه يستوي معايا. تمام. وبعدين ارجع احط اللحمه المعصجه. تمام. وهنحط تاني الموتزاريلا، لو لقينا بقى اي حبهان او لوري واحنا بنحط العصاب كده نشيله علشان بيضايق اللي بياكل، فانا ببقى عارفه حطيت كام فص بالظبط، فانا حاطه 5، هرجع ايه احاول ان انا الاقي الـ5 والباقي بقى ربنا يستر هيطلع مع مين. وهنزل عليها بالموتزاريلا. الموتزاريلا كانت في الفريزر فبتبقى عندي متجمدة شوية، بس يعني لازم أساسي أحط موتزاريلا في اللازانيا، بتديها صراحة طعم حلو جدا، بس هي اختياري يعني، انت لو ما عندكيش موتزاريلا مش مشكلة خالص. أبدأ أحط بعد كده بقى شرايط اللازانيا، وبعدين أحط عليها ايه البشاميل، وأوزعه كده كويس. صوص البشاميل زي ما احنا شايفين خفيف ازاي، فهو ده صراحة اللي بعتمد عليه في ان هو هيسوي لي اللازانيا، فعشان كده مش بسلقها، احط كمية كده ايه محترمة. تمام. واوزعها كويس كده علشان تبقى نازلة من كل الاركان. وارجع احط بقى ايه موتزاريلا على الوش كويس جدا، بتديها وش احمر كده، غير طبعا طعم جميل جدا. هنشوف دلوقتي ان احنا هنغطيها ازاي وادخلها الفرن.
عايزة اغطيها طبعا بورق فويل، فحطيت ورق زبدة الاول وبعدين ورق الفويل. بس الصراحة بقى يا جماعة دي كانت غلطتي، ان ورق الزبدة وانا جيت اشيل بقى عشان احمر وش الصينية بعد ما اخدت بقى 3/4 الوقت، ورق الزبدة اخد وش الايه الجبنة طلع في ورق الزبدة. فهنحط بقى ايه ونغطيها بورق فويل بس يكفي يعني، عشان الصينية طبعا كانت مليانة، لكن الصينية التانية دي كانت صغيرة مش مليانة قوي، لان كانت الباقي من اللازانيا، فكان يدوبك ده شريحتين لازانيا فوق بعض ووسطيهم بس الحشوة. شايفين طالعة شكلها تحفة جدا ازاي، وجميلة وخفيفة على فكرة كده يعني، مش لازم 3 رقات، فدي كانت رقتين بس، فجميلة. شايفين طرية قد ايه، طعمها تحفة جدا. الجبنة طبعا كلها بقى ما لزقتش دي في ورقة اللازانيا، فطعمها هايل. هنشوف مع بعض دلوقتي الصينية التانية. الصراحة اللازانيا من الأصناف الجميلة جدا في العزومات، حتى وفي الأعياد والمناسبات ورأس السنة. أدي الصينية الكبيرة بقى لما طلعت برضو قد إيه جميلة جدا، شايفين قد إيه طرية، كله استوى الصراحة، طعم بقى وهم بقى يعني. يا ريت تجربوها. بشكركم عشان جربتوا معانا الفيديو، عشان كملتوا معايا الفيديو للنهاية. بحب ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة، بحبكم في الله، وزن المقام. باي باي.